حلف البال خوفا ممن؟ من ربه جل وعلا. تبي تعرفون قدرة الله جل وعلا؟ نعرف قدرة الله؟ ننظر إلى خلقه. شوفوا الأرض هذه التي نعيش عليها، شنو حنا الآن بالنسبة للقارة التي نعيش فيها؟ القارة اللي حنا فيها اليابسة، شنو هي بالنسبة للقارات اليابسة اللي في الأرض؟ شنو هي أصلا بالنسبة للبحار العظيمة؟ وما نراه الآن فقط سطح الأرض، أما قاع الأرض وباطنها لا يعلم بها إلا خالقها جل وعلا. شفوا الجبال العظيمة اللي بعضنا أحيانا إذا مر عندها ورأى جزءا كبيرا منها فوق السحاب، يعني النفس تخاف أحيانا من منظر الجبال. هذا الجبل ما يظهر منه فقط الربع، أما ثلاثة أرباع الجبال في الأرض تغوص فيها، والجبال أوتادا. ما بالكم بعالم البحار؟ ما بالكم بالغابات وما تحوي من حيوانات؟ ما بالكم إلى الدقائق والحيوانات الدقيقة؟ هذه الأرض ترى بالنسبة للكواكب الأخرى ولا شيء في هذه المجرة التي نعيش فيها، بل نحن هذه المجرة بالنسبة للشمس ولا شيء. نحن بالنسبة للشمس، الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة. تخيلوا هذا حجم الشمس بالنسبة للأرض. هناك نجم آخر في السماء يسمى أنتيرس، هذا النجم بالنسبة هذه الشمس أو النجم بالنسبة لنجمنا وهي شمسنا، تعرفون كم الفرق؟ شمسنا العظيمة هذه والشمس تلك أكبر منها 343,000,000 مرة. مجرتنا العظيمة الواسعة اللي ما نتخيلها بالنسبة للمجرات الأخرى مثل نقطة في هذه الغرفة، وهذه المجرات بالنسبة للكون الفسيح نقطة في أرض واسعة. نحن الكون الذي نعيش فيه ما نستطيع نتصوره، بيننا وبين النجوم ملايين السنين الضوئية. خلش هذا التقرير الذي يبين جزءا يسيرا من خلق الله جل وعلا، وبعدين نعلق ببعض الآيات والأحاديث اللي تعرفك شنو حجمنا احنا في هذه مخلوقات الله وفي هذا الكون الفسيح. خلينا نشوف التقرير وبعض الآيات نتدبرها ثم نرجع مرة أخرى. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون.